نشوف مباراه الغد الاهلي والاتفاق، مباراه راح تحدد كثير ملامح المنافسه غدا سواء للفريق الهلاوي او للفريق الاتفاق. التقرير التالي يتحدث عن هذه المباراه. مواجهة الطموحات المختلفة التي ستجمع الاتفاق على أرضه وبين جماهيره بالأهلي ضمن مباريات الجولة 21 لدوري زين السعودي للمحترفين لن تكون سهلة لكلا الفريقين، فالاتفاق المنتشي بخماسيته في شباك الكويت الكويتي لن يفرط أكثر في نقاط هذا اللقاء التي ستثبته أكثر في المركز الرابع وستبعده بشكل أكبر عن ملاحقه المباشر فريق الفتح. أما الأهلي الذي تعثر في أولى خطواته الآسيوية أمام الأخوية القطري في الدوحة فيعقد العزم أولاً على مصالحة جماهيره العريضة ثم للحفاظ على فارق النقطة الواحدة بينه وبين متصدر الترتيب الشباب. محلياً سقط الاتفاقيون في آخر لقاءاتهم على أرض الأحساء بالخسارة من الفتح بهدفين لهدف واحد، فابتعدوا بشكل كبير عن المنافسة على لقب الدوري، فيما الأهلي تجاوز الفيصلي بهدفين للا شيء ليقبض أكثر على وصافة الترتيب. الاتفاق والأهلي في موقعة الدمام، هل يحقق أحدهم أهدافه على حساب الآخر؟ أم يحضر التعادل ثانية كما حضر في لقاء الدوري الأول؟ لبرنامج كورة ماجد القحطاني. سامي أبدأ معك هالجزء، المباراة على أرض الاتفاق، الاتفاق والأهلي، كنا قد تحت الهواء نقول دائما مباريات الأهلي والاتفاق في الدمام مختلفة تماما. صحيح، قاعا وأجواء وأداء وحماسا، دائما ما تكون مثيرة ودائما ما تخرج يعني غنية بالأهداف. أتمنى طبعا لا يتكرر سيناريو مباراة الدور الأول السلبي والممل اللي كان عليه الوضع في جدة. طبعا الاتفاق، خليني أقول لك الاتفاق هو أقل ضغوط من الأهلي. الاتفاق ربما يعاني، طبعا هو عنده مثلث رعب أو مثلث قوي وخطر متكون من سبستيان أو لازاروني وحمد الحمد ويحيى الشهري. يحيى الشهري أصيب في تمرين اليوم تقريبا كدمة، بكرة تتأكد مدى مشاركته. الاتفاق الآن تركيزه الكبير على كأس آسيا، هو يبحث عن اللقب، هذا في المقام الأول. الآن أصبحت حظوظه في الدوري طبعا يعني بعيدة جدا، بعيدة المنال كلقب، يبحث عن تحسين وضعه للمراكز المتقدمة، إما أن يكون طبعا الرابع أو الثالث، وبعد كذا تركيز على طبعا بطولة الأبطال. بالنسبة للأهلي الضغط عليه كبير جدا بعد خسارة الخوية القطري بداية غير مشجعة في كأس آسيا، مما يخفف هذه الضغوط أن المجال في البطولة الآسيوية فيه متسع للتعويض، لكن في الدوري الوضع صعب جدا. الآن أصبح الفارق كبير بينه وبين الشباب. مباراة بكرة بالنسبة للأهلاويين وللأهلي مفصلية، يعني تفوز تواصل وتحس لا تقبل أي مفاجآت ولا تقبل أي نتيجة غير الفوز، يعني غير الفوز بالنسبة للأهلاويين. بكرة الأهلي سيضع كل محمد ثقلة. محمد حسن يقول لك غدا ملحمة كروية بين أفضل فريقين من ناحية التكتيك، لا تفوتكم السهرة. تتفق مع الكلام تكتيكيا الاتفاق والأهلي من وجهة نظر محمد حسن أنهم أفضل فريقين في الدوري؟ لا خلهم ثلاثة. طيب ليش تصير يعني أنت بخيل للدرجة ذي؟ خل الشباب معهم، يعني رودوم قاعد يقدم عمل والشباب قاعد يقدم يعني عمل ممتاز جدا. نجران كان في فترات من في الدوري قدم مدربة عمل ممتاز، أفضل ثلاث مدربين تقريبا أصنفهم لك بالترتيب، برانكو، برودوم، جاروليم، يعني ما أدري أيهما يأخذ الثاني. لكن بالعودة للمباراة أنا أقول لك الضغوط راح تكون مؤثر على الأهلي غدا، راح تكون يمكن يعني مؤثرة سلبيا، لكن مباراة الغد لا تقبل بأقل من الفوز بالنسبة للأهلاويين. محبي كرة القدم ومحبي المتعة والإثارة موعودين بكرة بسهرة رياضية من جدا المفترض. أنا مثل ما أتفق معك، يعني كنا نتكلم عن تحت الهواء أنه مباريات الشرقية بين الأهلي والاتفاق يعني دائما تكون مباريات غنية بالأهداف، مثيرة، ممتعة. أتمنى إن شاء الله يكون تحكيم غد يعني تحكيم لا يتدخل في تغيير مجرى المباراة.
أبو فارس. أنا أتفق مع اللي أرسل لك، يعني أكثر فريقين يقدمون سلسة وعذبة في الملعب الاتفاق والأهلي. الشباب فريق جيد لكن يفوز، لكن السلاسة وعذوبة في الأداء بين فريقين الاتفاق والأهلي كما عودونا دائما في القمم الكروية، وخصوصا لما تكون في الدمام تكون مثيرة لأن الجماهير لها دور أيضا. أنا بالنسبة للاتفاق طبعا فقد فرصته في المنافسة على اللقب وحتى في المركز الثالث، يعني أنا أعتقد أنه الاتفاق راح يكون له دور في تحديد اللقب لأنه راح يلعب مباراة مع الأهلي وعنده مباراة مع الاتفاق مع الهلال آخر مباراة هذه طبعا. لكن الاتفاقيون يريدون أن يحتفظون بزخمهم الكروي، لا يقبلون بالخسارة بسهولة. بالنسبة للأهلي فهي مباراة لا تقبل أنصاف الحلول، يا أما فوز يا أما انسى الموضوع. يعني أنا أشوف المباراة راح تكون جميلة ومثيرة وزي ما قلت نار. فنيا أصعب على مين، الاتفاق ولا الأهلي؟ فنيا أصعب الأهلي لأنه الأهلي يعني تحت ضغوط، يلعب تحت ضغط أنه لازم الفوز. أنا أتفق طبعا وقلت لك أنه الأهلي هو اللي واقع تحت الضغط الأكبر، لكن أرجع وأكد وأتمنى عدم إساءة الفهم، غدا يعني نبغى تحكيم يساهم في المتحدث. لا لا سامي الحين لا معلش كذا، أنت تتعمد الضايق الأهلاوي. لا 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 صراحة لا 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 أنت عموما أي أهلاوي من الإدارة الرسمية، معلش خلنا أقول لك شيء، أي أهلاوي من الإدارة الرسمية يطلب حق الرد من حقه الداخل في الأول. أنت تكلمت وحاولت، معلش سامي خلنا أقول لك شيء، اسمح لي بس في الأول سامي، خلنا أقول لك شيء، طيب اسمح لي. في الأول لما تكلمت قلت خليني أخذ منه تفسير، يمكن أنا فهمي سيء، يمكن أنا نواياي سيئة، وخلينا يمكن عشان الأمور ما تحب مشكلة. قلت يعني أتمنى يكون تحكيم كويس. طيب خلنا أقول لك شيء، قلت عشان أشوف يمكن الأمور يعني لا تحملها أكثر ما تحتمل، وأعطيتك فرصة توضح قبل شوي. قبل شوي قلت مباراة مهمة وأتمنى التحكيم يواكب المباراة. صح. بغيت أسأل بعدين قلت لا خلاص مو مشكلة، أكيد يمكن بغيت أتكلم عن ثلاثي أضلاع أو الأضلاع الثلاثة لأي مباراة فريقين وتحكيم. الآن ترجع وتقول أتمنى أنه التحكيم في موضوع مربوط بالأهلي ومن كم يوم مربوط بالأهلي، وتقول أنه الأهلاويين الآن أنا متأكد أنهم متضايقين من الكلام يا سامي. راحتهم بس أنا ما أقول أي أهلاوي من حقه رأيه. من الإدارة الرسمية يبغى يعلق يطالب حق رد، الموضوع موجود. تقرير التالي تحدث عن الرائد والهلال. يحتضن أستاذ مدينة الملك عبدالله الرياضية بالقصيم لقاء في الجولة 21 من دوري زين السعودي للمحترفين، حيث يحل الهلال ضيفا ثقيلا على فريق الرائد. الفريقان حققا العلامة الكاملة في الجولة الماضية بفوز الهلال خارج أرضه على الاتحاد بهدفين للا شيء، وحقق رائد التحدي هو الآخر النتيجة ذاتها على هجر خارج أرضه أيضا. لقاء الدور الأول الذي جمع الفريقان في الجولة الثامنة كان من نصيب الهلال بهدفين دون رد، وقدم الرائد من خلاله أداء أحرج به الهلال كثيرا حتى دقائق المباراة الأخيرة. فوز أحدهما على الآخر في لقاء الغد يعني له الكثير، والتعادل لن يخدمهما أبدا لأن الهلال لا يريد خسارة أي نقطة لإبقاء حظوظه متوفرة في قفز الحواجز تجاه الصدارة بالاعتماد على نتائج الآخرين. والرائد بطموح مختلف يريد النقاط الثلاث من أجل الهروب من منطقة قد تؤدي به إلى مكان لا يعجب محبه. فهل يستطيع أن يحرج الهلال في لقاء الغد؟ أم سيواصل الهلال الضغط على المتصدر ووصيفه؟ طيب الهلال والرائد، هلال يعني بالنسبة له المباراة مهمة على مستوى أيضا البقاء في أجواء المنافسة، الرائد فريق يريد أن يبتعد ويهرب بجلدة من منطقة الخطر. بلا شك زي ما أنت قدمت، الهلال يحاول التمسك بفرص المنافسة على الصدارة. مبارياته كلها ما عدا مباراة، عنده مباراتين مع الاتفاق والنصر اللي هي شوية صعبة، لكن المباريات المتبقية يعني يحاول الفوز فيها بشتى الوسائل. يلعب أمام الرائد، رائد التحدي في بريدة اللي يحاول أيضا الابتعاد عن الـ شبح الهبوط.
سامي، مثل ما قلنا مباراة الاتفاق والأهلي في الدمام لها طعم مختلف، أغلى مباريات الهلال مع الرائد في بريدة لها طعم، الحضور الجماهيري وجمهور الرائد الداعم والمحب وجمهور الهلال في المنطقة اللي ينتظر الهلال يحضر، دائما تكون الأجواء جماهيرية وفنية قوية. والله يوسف ما في شك أنه الرائد معروف بشعبيته الجماهيرية الطاغية في القصيم، وأيضا الهلال معروف دائما عندما يحل في القصيم دائما يحقق أعلى نسب حضور جماهيري، مباراة التعاون أو الرائد. مباراة غد يعني بتكون الضغوط تقريبا أتصور متساوية على الفريقين، يعني الرائد يبغى يعني نقطة أمان أو نقاط الأمان عشان يبتعد ويفرق، وكيف يعني وما ألذ الأمان أن يأتي على حساب فريق كبير مثل الهلال. الهلال في نفس الوقت يكافح لكي يبقي يعني على بصيص الأمل، يعني يكون كل شيء وارد في الدوري، وطبعا كفريق كبير وبطل لا يقبل طبعا أنه دائما يبغى يصير في خط ثابت و يعني متوازي مع اسمه وجماهيريته. ولكن الهلال غدا يعاني من نقص كبير، يعني آخرها على حسب التقارير الآن ماجد المجدي أصيب، ولكن دائما الفرق الكبيرة لديها بنش يعني حاضر، يعني ممكن بكرة نشوف منهم البدلاء، يعني اللي طبعا بالبداية مثل ما شاهدنا البديل حسن تيبي، ممكن نامي بكرة نشوفه، العابد الآن بدأ يجهز، حسن خيرات يمكن بدال المرشدي، يعني كل الهلال يعني غني بلاعبين. لكن أنا أتصور المهمة راح تكون صعبة للرائد، صعبة حقيقة. وبالنسبة للهلال يعني هو عليه ضغوط الهلال، ولكن دائما الفرق الكبيرة اسمها يسبقها، خصوصا إذا لاحظنا في الموسم هذا الأهلي الشباب الاتفاق الهلال أسماء فرق يعني لها وزنها في الموسم هذا، حققت يعني انتصارات ومقدمة مستويات لافتة، اسمها دائما يسبقها مع الفرق التي تكون أقل منها فنيا. ممكن طيب مع كل هالشرح اللي أنت عطيته للمباراة أنه المباراة فنيا تكون حاضرة، يعني رغم كل هالضغوط اللي على الهلال وعلى الرائد، ممكن يعني لأنه تعرف جرت العادة لما يكون في مباراة مضغوطة يعني ظروفها فنيا تكون أقل من لا دائما أنا أشوف مباريات الهلال والرائد على ما أذكر يعني دائما تكون مبارياتهم يعني مثيرة، فيها ندية فيها حماس وفيها حتى أهداف، وما أدري يعني أخاف أقول لك الآن برضو أتمنى يعني عشان ما يزعلون أقول أتمنى يكون في تحكيم جيد مباراة بكرة، هذه ما فيها زعل، أتمنى ما يزعل جمهور الهلال بعدين ولا تأخذها مثلا يعني أنت بعد بعززي ولا تعززنا أنت أنا والله أنا ما لما تقول ثلاث مرات أنا تحكيم والأهلي أنا ما قلت طيب الحين عنك شيء يعني الآن على قصة الرائد أتمنى يعني بكرة المباراة راح تكون مفتوحة، الكل راح يحاول يكون بالفوز، وأتمنى أنه الموسم هذا ما نخسر الأستاذ فهد المطوع. إيه إن شاء الله أكيد، يعني صراحة كان الخبر مع زميلنا سلمان المطوع في برنامج الملف الأحمر، الرجل تدخل بالهاتف ألقى بالقنبلة وغادر، يعني هذا لا يعني هذا ما لا ننتظره أبدا في هذا الموسم، يعني رجل موجود لأنه شكل إضافة للرياضة السعودية. والله صراحة بقول شيء للأمانة، الأمير فهد بن خالد والأستاذ فهد المطوع حقيقة يعني في الفترة الأخيرة شكلوا إضافة للوسط الرياضي كرؤساء أندية، يعني محترمين فعلا، حضاريين في تعاملاتهم، يستفيدون حتى من أخطائه، واستقاء للجميع، واستقاء فعلا للجميع وأولهم الإعلاميين. طيب خلينا نشوف بطاقة لمباريات الغد. تستكمل غدا مباريات الجولة 21 من دوري زين السعودي للمحترفين بلقاءين، فعلى استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام يلتقي الاتفاق والأهلي في لقاء ينقل لكم عبر القناة الرياضية السعودية الأولى، فيما يستضيف فريق الرائد فريق الهلال على استاد مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بالقصيم في لقاء تشاهدونه عبر القناة الرياضية الثانية. طيب فاصل قصير، بعد الفاصل نعود لمواصلة الحديث في البرنامج.